السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الجميلة في أرتكشر هنشوفها دلوقتي مع بعض هو الريلينج. الريلينج لما كنا بنرسمه نحاول نرسم قطعتين تمام بالشكل دوت، وأحاول إن أنا أرسم حتة تانية وأقول له أوكي، ما كانش بيوافق في الإزالات اللي قبل كده، وبرضه في 2019 مبقاش بيوافق تمام. بس بقى في ميزة هنشوفها مع بعض دلوقتي، وهي إن أنا لو كملت ده كده بقى خط واحد ووافقت تمام، وجيت بعد كده قطعت الريلينج دوت بالسبريت لاين وجيت بعد كده حذفت الجزء دوت، ده اصبح ريلينج منفصل تماما عن دوت تمام. فاصبح عندي اتنين ريلينج. فتقدر لو انت عايز ريلينج اكتر من واحد ممكن تبدأ تعمل وبعد كده تبدأ تقطع، وهيبقى عندك كل واحد منفصل عن الاخر بإذن الله. دي من الحاجات الجديدة في 2019.